السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello my dear students, how are you today؟ النهاردة معادنا مع حل اختبار اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني أبنائنا في الخارج منهج السفارة 2024. هنبدأ مع بعض. طبعا الورقة الامتحانية بتاعتنا عبارة عن أربع أوراق، كل ورقة فيها حوالي 3 أسئلة أو 4 أسئلة، فالمعدل أو التوتال كامل 15 سؤال. خلونا نبدأ مع بعض بالسؤال الأول. Too much wind can what many trees and other things. يعني الرياح الكتيرة تقدر تعمل إيه للأشجار وحاجات تانية كتير؟ Save تحميها، encourage تشجعها، repair تصلحها، ولا damage تدمرها؟ طبعا الإجابة هي damage. My little sister is what؟ بنتي أختي الصغيرة كذا. Too sweet للحلويات. She always wants to eat them. دايما عايزة تاكلهم. يبقى شيء إيه؟ educated مدمناهم، excited متحمسة، helpful متعاونة، ولا sad طبعا educated to مدمن لي. Which of this is not dairy products؟ ايه من المنتجات دي مش منتجات ألبان؟ milk, cheese, rice. وحتى لو ما قلتش الإجابة الرابعة، الإجابة طبعا هي كلمة rice. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد، number four. إيه what is a painting؟ هي رسمة أو photograph أو صورة of a person's face لوش الشخص. طبعا كارتون، pottery، ولا portrait، ولا pot. طبعا portrait الإجابة هي portrait number C. دي كده كانت الورقة الأولى. تعالوا ننقل على الورقة الثانية، هي كمان عبارة عن 4 أسئلة كمان. To means to fix something، إن أصلح حاجة. That's broken اللي بتكون مكسورة. Repair يعدل، save يحمي أو يحافظ، reduce يعيد إنتاج، ولا use. طبعا الإجابة هي number A repair. Storms and floods العواصف والفيضين. Are what event? Tradition يعني تقليدية، casual ولا traditional ولا natural. طبعا natural events أحداث طبيعية. You should put what on your roof، تحط على السطح بتاعك. So you can make electricity، تكون منها كهرباء. يا ترى solar panels ألواح شمسية، turbines توربينات الهواء، ولا boards ألواح، ولا engines محركات. طبعا solar panels هي الألواح الشمسية. تمام. مريم can't drive، ما بتعرفش تسوق أو ما بتقدرش تسوق. Because she watched her driving test. Past نجحت، succeed نجحت كمان، failed ولا سقطت. طبعا failed سقطت أو فشلت. وكده خلصنا البيج نمبر 2. تعالوا نشوف نمبر 3. Children shouldn't to strangers. Shouldn't ايه؟ طبعا احنا عارفين الشود والشودنت بعدهم بيجي الفيرب في الانفينيتيف، فانا هختار كلمه توك اللي من غير اي اضافات. رضا will be late، هيتاخر. If the train what؟ come on time. طبعا احنا لو بصينا للجمله الاولى هنلاقوها will وانفينيتيف، فبديهي جدا ان الجمله اللي هنا هتكون present simple يعني مضارع بسيط. يبقى لو انا بتكلم عن نيجاتيف يبقى هستخدم don't او doesn't. طبعا هختار كلمه doesn't. وفاء what؟ تعالوا نشوف كده وفاء. السؤال نمبر 11، نرفع بس البيج شويه. وفاء what answers the phone because she is too busy، لانها مشغوله. يبقى isn't able ما تنفعش عشان ما فيش to. able to able لوحدها ما تنفعش عشان ما فيش قبلها verb to be وما فيش بعدها do. can او can't، هي الاجابه هي can can't. طيب هي مشغوله جدا، يبقى can ولا can't؟ طبعا can't. The answer هي can't. Don't forget to buy، ما تنساش تشتري a apple for dinner. ده كده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه طلب، فانا هختار some لان احنا عارفين في الطلب او الريكوست الامر او الطلب بستخدم some عادي جدا في النيجاتيف او في question. تعالوا نشوف الصفحة الرابعة والأخيرة. I have lost my glasses. أنا ضيعت نظارتي. I need to buy new one ولا ones ولا ones ولا ones. زي ما احنا عارفين طبعا كلمة glasses طبعا هي رغم ان هي نظارة واحدة بس، الا اني هختار كلمة ones. ليه يا teacher؟ لانها تعامل معاملة الاسم الجمع، لانها تعامل معاملة الاسم الجمع لانها بتتكون من جزئين. Look at that cloud sky، بص كده السماء المغيمه دي، ده دليل evidence. يبقى اختار is going to. is going to. علاء what the news
the news 2 hours ago. طبعا كلمة ago كلمة من كلمات الباست سمبل، فأنا هختار كلمة heard. وبكده أقول لكم congratulations، مبروك عليكم الاختبار، وننتظركم السنة الجاية إن شاء الله في الصف الثالث الإعدادي بالتوفيق. goodbye.